بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. نحن في مشرحة كلية طب جامعة إفريقيا العالمية، واحدة من أفضل المشارح على مستوى الشرق الأوسط. تبدأ بضوابط أز بروفيشناليزم، ضوابط عامة وضوابط متعلقة بآداب المشرحة. لما نحن جيد داخلين مشرحة بهذه الكيفية وبهذا الترتيب، في مدخل هذه المشرحة الطلاب، يعني هذه الدوابط تخص الطلاب ومقتنياتهم، تحفظ في هذا المكان حتى ينتهي الجزء المتعلق بالعمل. أما هذه الصالة التشريحية الكبرى وتليها أيضا صالة أخرى تشريحية، هذه المشرحة تتميز بكبسة عالية جدا جدا، هي المشرحة الأولى على مستوى الشرق الأوسط كل خاطبة، لأنه عندنا إمكانيات عالية، نستطيع أن نستوعب أكثر من 500 طالب في العملية التدريبية في اليوم الواحد داخل هذه المشرحة. عقدت عدة مؤتمرات عالمية ودولية، آخر مؤتمر لجراحي العظام من جنوب أفريقيا تشرفوا ببعض العمليات على الجثث، العمليات التدريبية لنواب الأخصائيين. أيضا ما يميز هذه المشرحة أن هذه المشرحة تمتلك إمكانيات عالية في دي الغرفة التي تحفظ فيها الجثث في هذه الأحوال، وهذا نموذج لبعض الأشياء، يعني هذه الجثث محفوظة في هذا المكان، وهذه سلاجة تتميز أنها تحفظ درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر، 20 درجة مئوية تحت الصفر. تكلفة هذه الثلاجة لوحدها 3.5 مليون. هذه إمكانيات عالية ومتاحة للجميع، وتعتبر واحدة من المشارح المميزة على مستوى الغارة، وصلى الله وسلم على النبي محمد.